أول أسئلتي هذه الحلقة من المرسل عبد الهادي علي بشيري من جمهورية السودان، يقول: أتوجه إلى فضيلتكم بجمع من الأسئلة آمل الإجابة منكم عليها. سؤاله الأول يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سؤالي في هذا الحديث أن له فروعا أو مكونا من أجزاء، فإذا توفر في الابن الصلاح والتقوى وكان ذلك ميسور الحال، فما الأدعية والاستغفار التي يترحم بها على والديه؟ وهل هناك دعاء وارد أو استغفار معين من الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن بالابن الصالح أن يترحم به على والديه إذا مات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحديث الذي ذكره السائل حديث صحيح يدل على انقطاع عمل ابن آدم بالموت إلا في هذه الخصال الثلاث: إذا كان وراءه ولد صالح يدعو له، ونص على الصالح لأنه أقرب إلى الإجابة، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم الدعاء، فيدعو لوالده بما تيسر من أنواع الأدعية: المغفرة والرحمة والعفو وغير ذلك، ويستغفر له ويكثر من الاستغفار له، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم نوعا من الأدعية. نعم.